ثم قال من يضلل الله فلا هادي له. يعني هؤلاء إذا أراد الله أن يضلهم وختم على قلوبهم فلا هادي له، خلاص. والله لا يضل إلا من اختار طريق الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وإذاك يقول الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا اختار هو طريق الكفر وطريق الزيغ وطريق الضلال يتحمل نتيجة اختياره، هو يتحمل ذلك. وإذاك يقول الله تبارك من يضلل الله فلا هادي له. إذا أضله الله على علم سبحانه وتعالى أنه ما أراد الهداية ولا أراد الخير يقول لا هادي له، من يستطيع أن يهديه؟ لا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الله ختم على قلبه والعياذ بالله.